أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. سعيد الكحل يكتب خطة الإخوان في المغرب وإطاحة الملك. نشرت صحيفة النهار العربي بتاريخ 11 أبريل 2021 مقالة تحت عنوان وثائق التنظيم الدولي لتمكين الإخوان في المغرب وإطاحة الملك للكاتب عمرو فاروق، تكشف فيها عن خطورة استراتيجية جماعة الإخوان وتفاصيل خططها لقلب النظام الملكي بالمغرب وإقامة نظام إسلامي خاضع كليا للمرشد العام لتنظيم الإخوان بمصر. وتضمنت المقالة رسالة خطية من مرشد جماعة الإخوان مصطفى مشهور موجهة مباشرة إلى جماعة عبد السلام ياسين وحركة التوحيد والإصلاح سنة 1996، تحدد لهما الاستراتيجية التي ينبغي اتباعها لعزل النظام وتطويقه بهدف الإطاحة به، وهي نفس الاستراتيجية التي اتبعها تنظيم الإخوان في مصر منذ نشأته، وكادت تتمكن من الدولة والمجتمع المصريين لولا يقظة الشعب الذي خرج منتفضا وتأثر ضد حكم مرسي والإخوان مطالبا بتدخل الجيش برئاسة السيسي الذي حذر المصريين من قبضة الإسلاميين وأقبر أحلامهم في حكم مصر ثم التمدد إلى بقية الدول العربية.